ذكر الله قبل تظن بمناجر مثال في مواقف الرجال مرحبا عند النذيف المواقف لا يبور في البداوة والحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيد أنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم أنه يحزاب مرحبا
حدنا والندع والخزمرية منون يا منون ما بها شك وظنون يملكون الجود والمرجلة والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعة ذكرها في منازلهم قديمة خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفنا ذكر الله قبل تفنى بمناج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند الذي في المواقف ما يبور في البدا وهو الحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيدنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم انه يحزى بريق مرحبا عند الذي ما بهم شيء يعاب في الحضور وفي الغياب المحاميد الجودات وكرامة وشيمة طيبهم والجاري القاسمين واسمنا أدري أن الجود والعرف عند ابن عياض حل في دور العراب بعدم يهل البلاجيك وهل الجنبخان وهل قلت يزهران صيتهم والمجد نرجيك يا ربي تديمة في ديار زاهية عامر بشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال أهل مبدأ واكتمال ضيفونا وكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلتها من صدق واخلاص والنية سليمة اشهد المولى علاماتك النصدرنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عندما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي أهل مركز علي أهل وقفة تجمل ومدة كريمة جعلهم ما يلتقون العذاير والعنا أنت مناسبتم هل المعرفة والسلوم وهل تنصيب العلوم حضرة أحمد بن علي ثم عيد العلوي أهل العزم القوي من رجال أجواد وأبطال هيبتهم عظيمة قوة عظمى ورؤوسا حمد عن حدنا والندع والخزمرية منون يا منون ما بها شك وظنون يملكون الجود والمرجلة والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعة ذكرها في منازلهم قديمة خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفنا ذكر الله قبل تفنى بمنهج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند الذي في المواقف ما يبور في البدا وهو الحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيدنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم انه يحزى بريق مرحبا عند الذي ما بهم شيء يعاب في الحضور وفي الغياب المحاميد الجودات وكرامة وشيمة طيبهم والجاري القاسمين واسمنا ادري ان الجود وال هذا اللي عندنا ما قدم الفانا وسلامتكم جميعا ان شاء الله والله يا حييكم احنا جماعه واحدين وارحام ولوازم واقرباء وفي الديره سوا الامانه وصلت والله يا حييكم وعندهم ان شاء الله من احفظ الامانه وما رد في علمك وسلامتكم ادري ان الجود والعرف عند ابن عياض حل في دور العراب بعدم يهل البلاجيك واهل الجنبه
الجود والعرف عند ابن عياض، هل في دور عراب عدم يا اهل البلاجيك واهل الجنبخان، وانا قلت يا زهران صيدام والمجد نرجيك يا ربي تديمه في ديار زاهيه عامر باشراف الله علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال اهل مبدا وقت مال ضيفونا واكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلت من صدق واخلاص والنيه سليمه يشهد المولى علاماتك نصدورنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عند ما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي اهل مركز علي اهل وقفه تجمل ومده كريمه جعل ما يلتقون العذاير والعنا انت مناسبتم هل المعرفه والسلوم واهل تنصيب العلوم حضره احمد بن علي ثم عيد العلوي اهل العزم القوي من رجال اجواد وابطال هيبته عظيمه قوه عظمى ورؤوس حمد عن حدنا والندع والخزمري منون يا منون ما بها شك وظنون يملكون الجود والمرجله والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعة ذكرها في منازلهم قديمة خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفنا ذكر الله قبل تغنى بمنهج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند الذي فالمواقف ما يبور في البداوة والحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيدنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم انه يحزى بريق مرحبا عند الذي ما بهم شيء يعاب في الحضور وفي الغياب المحاميد الجودات وكرامه وشيمه ضيفهم والجاري القاسمين واسمنا ادري ان الجود والعرف عند ابن عياض هل في دور عراب عدم يا اهل البلاجيك واهل الجنبخان وانا قلت يا زهران صيدام والمجد نرجيك يا ربي تديمه في ديار زاهيه عامر باشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال اهل مبدا وقت مال ضيفونا واكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلت من صدق واخلاص والنيه سليمه يشهد المولى علاماتك نصدورنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عند ما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي اهل مركز علي اهل وقفه تجمل ومده كريمه جعل ما يلتقون العذاير والعنا انت مناسبتم هل المعرفه والسلوم واهل تنصيب العلوم حضره احمد بن علي ثم عيد العلوي اهل العزم القوي من رجال اجواد وابطال هيبتهم عظيمه قوه عظمى ورؤوس حمد عن حدنا والندع والخزمري منون ويا منون ما بها شك وظنون يملكون الجود والمرجله والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعه ذكرها في منازلهم قديمه خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفنا ذكر الله قبل تغنى بمنهج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند الذي فالمواقف ما يبور في البداوة والحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيدنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم انه يحزى بريق مرحبا عند الذي ما بهم شيء يعاب في الحضور وفي الغياب المحاميد الجودات وكرامة وشيمة ضيفهم والجاري القاسمين واسمنا ادري ان الجود والعرف عند ابن عياض هل في دور عراب عدم يا اهل البلاجيك واهل الجنبخان وانا قلت يا زهران صيدام والمجد
أصحاب الكرام قد ما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي أهل مركز علي أهل وقفة تجمل ومدة كريمة يا لهم ما يلتقون العذاير والعناء أنت مناسبتم هل المعرفة والسلوم وهل تنصيب العلوم حضرة أحمد بن علي ذم عيد العالم في مواقف الرجال مرحبا عند النذير.
لأن الجود والعرف عند ابن عياض هل في دور العراب عدم يهل البلاجيك وأهل الجنبخان وهل قلت يزعران صيتهم والمجد نرجيك يا ربي تديمه في ديار ساهية عامر بشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال أهل مبدأ واكتمال ضيفونا وكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلتها من صدق وخلاص والنية سليمة اشهد المولى علاماتك مصدرنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عند ما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي أهل مركز علي أهل وقفة تجمل ومدة كريمة جعلهم ما يلتقون العذاير والعنا أنت مناسبتم هل المعرفة والسلوم وهل تنصيب العلوم حضرة أحمد بن علي ثم عيد العلوي أهل العزم القوي من رجال أجواد وأبطال أيبة عظيمة قوة عظمى ورؤوسا حمد عن حدنا والندع والخزمري يمنون ويامنون ما بها شك وظنون يملكون الجود والمرجلة والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعة ذكرها في منازلهم قديمة خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفنا ذكر الله قبل تفنى بمنهج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند الذي فالمواقف ما يبور فالبدا وهو الحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزمة يخضع لها الحايد والقصيدنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم انه يحزى بريق مرحبا عند الذي ما بهم شيء يعاب فالحضور فالغياب المحاميد الجودات وكرامة وشيمة ضيفهم والجاري القاسمين واسمنا أدري أن الجود والعرف عند ابن عياض هل في دور عراب بعدم يهل البلاجيك وأهل الجنبخان وهل قلت يزعران صيتهم والمجد نرجيك يا ربي تديمه في ديار زاهية عامر بشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال أهل مبدأ واكتمال ضيفونا وكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلتها من صدق وخلاص والنية سليمة اشهد المولى على مرحبا مليون الله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم حياكم الله الله يحييكم 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 الله يسلمك اول علوم انا اسال الله سبحانه وتعالى لمن كان سبب في هذا الاجتماع ونقول لهم مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما بارك عليهما واجمع بينهما في خير امين الله يحفظ بخير وفي خير نحمد الله على الخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم نعمه الامن والامان اللهم في اوطاننا وان ينصر حكامنا وينصر جنودنا ويحفظهم الله كريم باقي الاعلام
الأخبار الأمطار والديار وسائل التواصل الاجتماعي كفت ووفت وخبرت كل شيء. والله ما نسمع إلا مثل ما تسمعون ولا نشوف إلا مثل ما تشوفون. الساعة المباركة وصلنا عزيزي الله يحييكم ومن أحمد بن علي وأولاده وأخوانه الله يحييكم واصلين في ذا المكان مشاركين ومباركين وعندنا أمانة نودي بيت الأمانة وصلى الله على محمد الله يحييكم جيتم الله يحييكم نحن يا جماعة واحدين وارحام وقرباء وجهران كلنا الحمد لله هاشم أتمني والأمانة وصلت عند من إن شاء الله يحفظ الأمانة الله والله يحييكم وما ردب في علمك وسلامتك والله يحييكم الله يحييكم تقاو على علاماتك مصدرنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام وانت ملاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي أهل مركز علي أهل وقفة تجمل ومدة كريمة كلام ما يلتقون العذاير والعنا انت مناسبتم هل المعرفة والسلوم وهل تنصيب العلوم مرحبا عند النذيف المواقف ما يبور في البدا وهو الحضور
يا زهران
يملكون الجود والمرجلة والمكرمات من عصور ماضيات والشجاعة ذكرها في منازلهم قديمة خصمهم لو يمتني شرهم ذاك الفناء ذكر الله قبل تفنى بمناج المثال في مواقف الرجال مرحبا عند النذيف المواقف ما يبور في البداوة دوران عراب بعدم يهل البلاجيك وهلا
ذكر الله ذكر الله قبل تغنى بمناجى المثال في مواقف الرجال مرحبا عند النذيف المواقف لا يبور في البداوة والحضور مرحبا عند المحاميد القدر وقيمة عزوة يخضع لها الحايد والقصيد أنا حي الله من يحرز الرشد ويصون الرفيق يوم أنه يحزى والشجاعة
الجود والعرف عند ابن عياض هل في دور عراب عدم يهل البلاجيك وهل الجنبخان وهل قلتن يزعران صيدام والمجد نرجيك يا ربي تديمه في ديار زاهية عامر بشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال أهل مبدأ واكتمال ضيفونا وكرموا من تعنى للمقام ما على الجيد ملام قلتها من صدق وخلاص والنية سليمة اشهد المولى علاماتك نصدرنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عندما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن السلام عليكم شكرا الله بخير كبير أنا سلطان علي بن زايد الزهراني أخو أحمد بن زايد الزهراني ما عليكم جود الله يبقيكم وأنتم ما فينا بالخزمة ما عليكم جود الله لا يهديكم شرفتمونا صراحة بالترحيب اللي يثلج الخاطر والله لا يهديكم وعندي قصيدة مسجلة يسمنا العطف ما بيننا وأنتم تستاهلون أزود منها يقول حنا أهل الوفاء وأهل المبادئ مهووس قوم ما تحس بالمخاسير دوسن وبالخصم وتعامل معالي دوسن وبالخصم وتعامل معالي حنا على الوربات وعلى التباشير وحدودنا منه يجيها يبادي من قبل على الاطراف ناكل العاصير ما عليكم جود رحيمنا ونعم رحيمنا ونعم يكون اهل بادي الله يبكيك يمشي للتحول عند بدر التحرير وما دام في دوسي ودوس السعاده وما عليكم جود عشنا عشنا وفخرنا في مكان الغالي الضيف يبشر بالوفاء والتباخير ومنوي العدينا الفوضى الهنادي نائب ولد جمعان نائب ولد جمعان منعم بتكريت وانا ولد شيخ ما عليكم جو وانا ولد شيخ يسوق التنادي ماني مخلي الراس يتحرير هذا عمام هذه عمامه وهذا عقالي كفر 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 وجه كبير استاهلون اسوي الله يحييك مرحبا 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 في مواقف الرجال مرحبا عند النذيف المواقف
بني عياض هل في دور عراب عدم يا اهل البلاجيك واهل الجنبخان وهل قلتن يا زهران صيدام والمجد نرجيك يا ربي تديمه بديار زاهيه عامر بشرافنا علي بن جمعان وحسين يا نعم الرجال اهل مبدا واكتمال ضيفونا واكرموا من تعنى للمقام على الجيد اشهد المولى علاماتك مصدرنا بارك الله للمطاليق وانساب الكرام عند ما لاح الغمام فيصل بن حسين والكاف ونايف بن علي اهل مركز علي اهل وقفه تجمل ومده كريمه كلام ما يلتقون العذاير والعنا انت مناسبتم هل المعرفه والسلوم مريم منون ويا منون ما بها شك وظنون يملكون